visiter le ciel puis te l'offrir, mais t'es par titre. الفكرة كانت إنه نساعد هالشباب هالجيل الجديد الطالع الفنانين هلا كلهم لبنانيين تا يقدروا يفرجوا للعالم فنهم وموسيقتهم وإبداعهم وهذه كانت الفكرة. جيت هون على مهرجان بعلبك تغني، أنا بغني بالفرنساوي، جبت باند معي تنغني وأنا كتير مبسوط أكون هون لأن أول شيء كل شيء هون كتير 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 حلو، يعني ما كنت وقعت يكون شيء هيك كبير، وتاني شيء تعرفنا على كتير فنانين. نحن شعب لبناني مرق علينا بالتاريخ، مرق على لبنان أشياء كتيرة ومرق لحظات بتاريخ حياتنا كانت رهيبة بتاريخنا، ولكن بقي الشعب اللبناني بقي. فالشعب اللبناني شعب حضاري والفن هو مقياسنا بلبنان، وكل العالم تعرف انه بعلبك ومهرجان بعلبك هي مقياس لحضارة الشعب اللبناني ولهالوطن الصغير بس هو كبير بالعالم.